قال رحمه الله: باب تصحيح المسائل. ثم إن الكسر على صنف يقع فوفقه اضرب إن توافق وقع. تصحيح المسائل الآن لا يوجد كسر عندنا، ذكرنا لكم يعني الآن قلنا مثلا عندنا مسألة فيها زوج وثلاث أبناء، زوج وثلاث أبناء، المسألة من كم؟ الزوج يأخذ الربع فرع وارث، المسألة من أربع، واحد للزوج والباقي كم؟ ثلاثة للثلاثة أبناء، كل ابن يأخذ سهم منكسر جاهز، مفهوم؟ لا، أربع أبناء والسهام كم؟ الرؤوس كم؟ أربعة والسهام ثلاثة، ما تنقسم. إذا نضرب في أيهما أهم، رأسك أو السهم؟ الرأس هو المهم، دائما دائما اهتم بالرؤوس، مفهوم؟ إذا تنقسم الحمد لله، وإذا ما تنقسم تأخذ الرؤوس، وإذا بينهم قاسم مشترك تقسم القاسم المشترك على من؟ على الرؤوس، على القاسم المشترك، لأن الرأس دائما هو المهم عندنا. إذا جبنا مثال ينقسم وجبنا مثال لا ينقسم، أربعة، إذا نضرب المسألة في أربعة، ثلاثة في أربعة من 12، مفهوم؟ تمام. أخذ الزوج واحد في أربعة، أربعة بقي معنا، ثلاثة في أربعة 12، ينقسم على الأربعة، نعم، كل واحد ثلاثة. طيب اعتبر أن هؤلاء الأبناء ستة، كم؟ ستة، ستة في قاسم مشترك، صح؟ الاثنين عندنا الرأس أهم، إذا ستة على اثنين ثلاثة، إذا نضرب في ثلاثة تنقسم. في شيء يسمى عند علماء الرياضيات وكذا يسموه التحقق من صحة الحل، في آخر شيء إذا انقسمت السهام على الرؤوس إذا الحل صحيح، وإلا تصحح. نعم. قال رحمه الله: ثم إن الكسر على صنف يقع عندهم الكسر الانكسار على إما على صنف واحد، هذه الأمثلة اللي ذكرناها على صنف واحد، أو على صنفين، على صنفين مثلا عندنا ثلاث زوجات وثلاث أبناء، ثلاث زوجات وثلاث أبناء من ثمانية، واحد والباقي سبعة للثلاث أبناء، الثلاث أبناء أخذوا سبعة هذا غير منقسم، والثلاث زوجات أخذوا واحد غير منقسم، نحتاج إلى تصحيح المسألة، هذا الانكسار على أجناس. نعم. قال رحمه الله: ثم إن الكسر على صنف يقع فوفقه اضرب إن توافق وقع، في الأصل أو في عوله والكل في ذاك لدى التباين اضرب واكتفي. نعم. فهي إذا تصح والكسر إذا كان على أكثر من صنف فذا. هذا القسم الثاني الآن، أكثر من صنف. نعم. أقسامه أربعة: تماثل، توافق، تباين، تداخل. نعم. التماثل ثلاثة وثلاثة، مثل هذه المسألة اللي ذكرناها الآن، ثلاثة وثلاثة، إذا نضرب في كم؟ في ثلاثة، نأخذ واحد منهم، إما الثلاثة عدد رؤوس الزوجات أو ثلاثة عدد رؤوس الأبناء. طيب إذا كان تداخل نأخذ الأكبر، ثلاثة زوجات واعتبر هنا الأبناء مثلا ستة، إذا نأخذ الأكبر، إذا نضرب في ستة. طيب توافق، اعتبر أن الزوجات أربعة والأبناء ستة، بينهم قاسم مشترك، تقسم على أي واحد منهم وتضرب في الآخر، أربعة على اثنين فيها اثنين في ستة 12، أو العكس، ستة قسمة اثنين ثلاثة في أربعة 12، هذا بينهم قسم مشترك. أو تباين، الزوجات ثلاثة والأبناء خمسة، بينهم شيء، تباين، اضرب اثنين في خمسة 10، إذا نضرب في 10. نعم. قال رحمه الله: أقسامه أربعة: تماثل، توافق، تباين، تداخل، فواحدا من المماثلين احفظ وزائد المناسبين، وحاصلا من ضرب ما توافقا في الوفق أو من ضرب ما قد فارقا في كل ثان فهو جزء السهم، فاضربه في الأصل أياذ الفهم. نعم. فحاصل الضرب هو التصحيح، فاقسمه فالقسم إذن صحيح. يعني تتأكد من صحة المسألة في آخر شيء. نعم.